بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة أكشابات، طبعا شقة داخل مجمع سكني، احنا الآن في الدور الثامن، عمارة فيها مصعد، شقة غرفتين وصالة، مساحتها 75 متر مربع. راح نشوفها الآن بالتفصيل. أول ما ندخل على يدنا اليمين عندنا دورة المياه الأولى، وعلى يسارنا مباشرة عندنا المطبخ، طبعا المطبخ مفتوح على الصالة، وعندنا البلكونة الأمامية، طبعا إطلالة كاملة جميلة جدا على المدينة وعلى البحر. مثل ما انتم شايفين هذه الإطلالة الكاملة، طبعا عندنا مسجد داخل المجمع، بالإضافة إلى قربها من المطاعم المشهورة في طرابزون، مطعم أكفينار، أيضا مطعم شاتو، والمنطقة مخدومة بالمواصلات، إطلالة كاملة على البحر وإطلالة جميلة جدا على الطبيعة. مجمع سكني متكامل، عندنا هنا الصالة، الأرضيات باركيه، تدفئة مركزية، أيضا إطلالة كاملة من الصالة مثل ما انتم شايفين. طبعا فيها دورتين مياه، بلكونة واحدة، هذه دورة المياه الرئيسية. عندنا هنا الغرفة الأولى لها إطلالة داخل المجمع، هذه الغرفة الثانية لها إطلالة جانبية على البحر، طبعا تبعد عن مركز المدينة، عن الميدان، ميدان طرابزون ما يقارب 10 دقائق فقط، وعن المطار تقريبا 15 دقيقة.